أضاء 41 طالبا وطالبة من طلاب التعليم العام سماء الوطن في احتفالية كبيرة نظمت لهم بمناسبة تحقيقهم جوائز عالمية ووضع اسم المملكة في مراكز متقدمة متجاوزة العديد من الدول، حيث كرمتهم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التربية والتعليم. التفاصيل في التقرير التالي. أقامت مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع موهبة حفل تكريم لطلاب وطالبات المملكة الذين حققوا إنجازات عالمية متميزة لم تحققها المملكة في السنوات الماضية من خلال المشاركات الدولية في المحافل العالمية. في معرضين إنتل الدولي للعلوم والهندسة الذي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية إيتكس، ويعتبر هذا الإنجاز حلم الوطن الكبير. وهذا يمثل حلم الملك عبد الله بن عبد العزيز خاتم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع في تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي مبدع يعتمد على ابتكار وإنتاج وإبداع أبنائه وبناته. لم يأتي هذا الإنجاز إلا بعد جهد كبير من خلال التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة موهبة، والتي ساهمت في صقل مواهب الطلاب والطالبات المبدعين الذين استطاعوا تحقيق الميداليات وشهادات التقدير. نحن في المملكة في التعاون والتكامل بين وزارة التربية والتعليم وموهبة نحاول أن ننتقي أفضل الطلاب وندربهم بناء على ما أخذناه من تجارب الآخرين، تدريب جيد، والحمد لله السنة في الرياضيات حققت المملكة موقع متميز جدا 29 على مستوى العالم. يعني كما ذكرت أنا في العرض شعرنا بالفخر أن نمثل المملكة، أن طلابنا هؤلاء يمثل المملكة. هذا المستوى المتميز لأولادنا جعل الناس زي ما يقولوا يرفعوا لهم القبعات. عبر أحد الموهوبين بأن إنجازه هو أكبر هدية تقدم للوطن، وذلك من خلاله حصول على الميدالية الفضية. الصراحة يعني أنا حصلت على ميدالية فضية في الرياضيات، وصراحة هذا إنجاز كبير لأنها أول ميدالية على مستوى المملكة في هذا المجال. والصراحة اللي ساعدني مؤسسة موهبة، هي كانت لها أهمية كبيرة في حصولي على هذه الجائزة. بعدين شو اسمه الأستاذ سلطان البركاتي في مدينة ينبع هو اللي بدأ في تأسيسنا، وبعدين مؤسسة موهبة هي اللي كملت معنا. استطاع هؤلاء الموهوبين تحقيق إنجاز مهم وكبير للوطن في أهم الأولمبيات الدولية ما بين الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ويسجل هذا الحلم باسم الوطن. خليل الجبيري، الإخبارية، الرياض.